انا ما عندي اي ما بخبي شيء وكل شيء بشفافيه. لبنان استقبل ضابط عسكري اسمه اموس هوكشتاين يلي كان بالجيش الاسرائيلي وخدم بالجيش الاسرائيلي، استقبله رئيس جمهوريه لبنان، رئيس برلمان لبنان، استقبله رئيس حكومه لبنان، والشعب اللبناني بالاحضان، صح؟ هو اسرائيلي. موافقه معي بهذا الموضوع؟ هذا واحد. اثنين، لبنان مضى مع دولة إسرائيل ترسيم الحدود البحرية، لبنان ما مضى مع مثل ما أنت سميتيها دولة فلسطين المحتلة، ما مضى مع حكومة عباس، مضى مع دولة إسرائيل اللي أنت عم تقولي مش معترف فيها ولكن لبنان الرسمي يعترف فيها. نجيب ميقات رئيس حكومة لبنان قعد بشرم الشيخ بنفس الغرفة وبالعمل الاجتماع مع وزراء ومن بناتهم وزيرة إسرائيلية. فبعد هالاشياء اللي انا شفتها، انا شو الفرق بيني وبين غيري؟ اني انا بالنسبه لي معاويه هيدا من زمان، والمشاكل اللي كانت بين السنه الشيعه من زمان، والمشاكل من الارثوذكس والكاثوليك من زمان، انا بعيش اليوم وبمشي لقدام، وهيدا السر من اسرار نجاحي. انا اليوم شو عندي المعطيات؟ هي درسناها بمدرسه الفرير، بقول لنا انا كواكم ايبوتيز، شو الايبوتيز حتى حل معضله ومشكله؟ الايبوتيز اللي عندي هون، الامور اللي عندي اياها، انه اولا لبنان يستقبل اسرائيليين رسميا اللي هو اوكشتاين. ثانيا لبنان يعترف بدولة إسرائيل لأنه مضى مع حكومة إسرائيل. ثالثا حزب الله يلي هو عم بيحارب على أساس إسرائيل، هو كان الراعي الأساسي وعراب الترسيم الحدود مع إسرائيل هو حسن نصر الله شخصيا. طب أنا هودي اللي عندي اليوم الإيبوتيز، ما بروح بعمل مثل ما عم بتقولي أنت هلأ أنه هيدا دولة عدوة وهيدي فلسطين محتلة، خلص رسموا الحدود قالوا نحن موجودين من هيدا الحدود لورا، هيدا لبنان. بالنسبة لي الموضوع هيدا رأيك، هيدا رأيك ومجبورة احترمه على مضض، لانه انا بالنسبه لإلي انا بالنسبه لإلي اسرائيل هي عدو، والعمايه اللي عندي منها وجهه نظر، والعداء لاسرائيل ليس وجهه نظر، هيدا ثابت الى ان يثبت العكس وتطلع الدوله تعترف رسميا بهذا الامر. يمكن انا كانسان وناس كثير مثلي ما يعترفوا حتى بما تعترف به الدوله. خليني روح، انا عم يسبقني الوقت بسرعه، هيدا الكلام بده ياخذنا على موضوع دفنه باراك ويلي رجعوا فتحوا لك خلال هيديك الزياره الشهيره الى ليبيا. خلينا نتابع نحن وياك تقرير حول عمار عبد ربه وزياره ليبيا ودفنه باراك وعلاقة عمر حرفوش بهذا الأمر. خلونا نمشي الفيديو رقم 4 لو سمحت. لكن من هو عمار عبد ربه؟ كان في علاقة بتربطني ببشار الأسد، لأنه أول شيء بحب التصوير كثير، ولأنه نحن تقريبا من نفس العمر، فكان في كثير مواضيع نحكي فيها. ويبدو أن حياة عمار عبد ربه المهنية مليئة بالوصمات، فقد انقلبت الحياة رأسا على عقب حينما حاول استخدام الابتزاز كوسيلة للمال السريع، فكان عمر حرفوش من ضحاياه. لم يعرف عمر حرفوش أن الرحلة التي رافقه فيها عمار عبد ربه إلى ليبيا ستغير كل شيء بينهما بعدما اعتاد على مرافقته في الكثير من نشاطاته. في مغامرة ليبيا لعب عمار عبد ربه أكثر أنواع الاستغلال، فدس صحفية إسرائيلية تدعى دافني باراك محتفظا لنفسه بهويتها الحقيقية وقدمها لصحفية أمريكية. فور وصول باراك إلى ليبيا سحبت جواز سفرها الإسرائيلي، فأمطرها عمار عبد ربه بفلاشات الكاميرات في محاولة منه لخلق سكوب إعلامي يدور حول دخول أول إسرائيلية إلى ليبيا. كل ذلك حصل خلال رحلة نظمها حرفوش إلى ليبيا برفقة الصحافة العالمية لإعادة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الليبية، مع تعيين ملكة شمال أمريكا قنصلا فخريا حينها. فشلت مهمة عبد ربه بعدما أدخل القذافي دافني باراك إلى ليبيا على أن ترحل، وأعلن عمر حرفوش أن لا دخل له بأي قرار يتخذ في هذا الخصوص وأن المهم ضبط الأوضاع. حينها لجأ عمار عبد ربه لخدعة جديدة طبل العالم فيها، حيث قال إنه محتجز ودافني باراك في ليبيا وإن جوازات السفر سحبت منهما، فيما تظهر الصور أن جواز سفر عمار معه وأن دافني باراك كانت تقضي وقتها بالتجول على الكورنيش،
وفيما كان عبد ربه يحاول ابتزاز حرفوش زاعما أنه من أحضر براك إلى ليبيا، تظهر كل اللقطات أن عمار عبد ربه رافق براك في كل خطواتها، وحتى رافقها إلى المطار في طريق إعادتها من حيث أتت. فهل تكون العلاقة بينه وبينها سطحية، أو أن هذا الاهتمام يثبت عكس ادعاءات عمار؟ وكيف احتجزت جوازات سفرهما طالما أنهما استخدماها لحجز غرف في الفندق؟ يحب عمار التصوير والصور، ويعتقد أنها تظهر واقعا واضحا، وهذه هي الحقيقة ومعه حق، لأن الصور تثبت أنه لا يمكن لرجل غير رأيه وقرر البقاء في ليبيا وحضور الحفل أن يكون محتجزا، واللقطات التي أهواها عمار تثبت ذلك. لم يرضى عمار عبد ربه بحقيقة فشل مخططه، فقرر ابتزاز عمر حرفوش بعد عودته لفرنسا، زاعما أن حرفوش مسؤول عن دافني، وأن ما خلقه هو من قصص في ليبيا حقيقي. فحاول الحصول على 25,000 دولار وإلا يسلم الصور للأمن اللبناني وحزب الله. والدليل كان اتصالا حصل بين عمار عبد ربه وشقيق عمر حرفوش وليد حرفوش. أنا حكيت مع بعد ما خلص حكيت مع عمر عبد ربه في مطولة يعني بس أعطيك النتيجة إنه ما في مشكلة بالنسبة للمبلغ. بقى عمر عم بيقول إنه بس إنه أول شيء كانت إنه 5,000 وبعدين 10 وبعدين 25 وقتي منا مشكلة. وإن كنتم تجدون أنه لا يمكن لشخص داهية كعمار أن ينسج قصة بهذه الركاكة، فاستمعوا كيف يفاوض على حرق صور قال سابقا إن الليبيين دمروها. بعد سنوات قالت المحاكم الفرنسية كلمتها، واعترف عمار عبد ربه بالتسجيل الصوتي بعدما جعل من حرفوش في المرة الأولى ضحية لسكوب إعلامي مختلق، وفي المرة الثانية ضحية لمحاولة ابتزاز لم تنجح. فاتعظوا.